بس يا ايه شفيكم؟ العقود اللي طلبتها جاهزه، بس باقي تشيك عليهم علشان ارسلهم بالايميل. خلاص تشيك عليهم انا بعدين. استاذ مبارك، شركه محمد كلمونا اكثر من مره وناطرين العقود. خلاص قلت لك تشيك عليهم بعدين. حولت الفلوس حق حساب عزيزه مثل ما وصيتك؟ اي نعم. ابيك تشوف لي رقم شقه ام انيسه بلندن. تكفى دق عليهم ضروري حول لي هوني. ان شاء الله. شلون احصلها انا؟ رامي لقيت الرقم؟ دقيت؟ ما حد يرد ها؟ حاول بعد دق دق وايد. إذا ردوا عليك تحول لهم اللي تبي بسرعة. يلا قبل. هم مغلق. أم باقي التليفون والفلوس، الحين الفلوس تتعوض يا يمه، بس التليفون كل الأرقام الضرورية فيه. يا ربي شو أسوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. عزيزي الحين أنا أخاف الحرامية لاحقين ويجدشون علينا الغرفة. لا يا يمه لا تخافين، إحنا بمستشفى وأمان والكل حولنا، وبعدين هم أخذوا كل شيء يبون، يعني ليش يلحقونا؟ عزيزي مليت متى نطلع من هنا؟ لا تشيلوني أنا، متى يشيلونا وهي حرقني. يا بعد عمري، كلها كم من يوم ونطلع ونخلص. نروح نتمشى كل مكان، السوق والهايت بارك. صدق متى؟ هتشوف الدكتور شو يقول ويطمننا على التقارير وتطمنين على حالتك وتطلعين حلوه قمر حبيبتي. يعني وتدخلين مع حد تتعلمين تصيرين مثل البنات الشطار ولا ما تبي تكونين شاطره؟ ايش فيك عزيزي؟ نسيت ان انا الاولى على الكويت، يعني انا شاطره بس. أنيسة حبيبتي سوالف قبل خلاص مضت نسيناها، خلينا نفكر باكر ان شاء الله تتعلمين بعد ما تشيل مع حد، شوفين شكلك صار حلو تطمنين زين حبيبتي وتصيرين حلوه مثل سندريلا وسنو وايت. انا ما بيصير نفس مراكو. خلاص اصيري مثل كاروكو. عزيزه ايش فيك اسمها مراكو؟ غلط، كاروكو اسمها مراكو. خلاص خلاص لا تزعلين حبيبتي، لا تلوميني، ترى على ايامنا ما كنا نجوب ماروكو، هذا كنا نجوب باباي. حياتي وبتصيرين مثل البدر اللي انتصف نص الشهر، وبييج الامير بدر الزمان وياخذك على حصانه لبر الامان، يقول من قدي يا بختي الحظ يمني. وشافت أنيسة فارس الأحلام واسترجعت وياه مواقفها وذكرياتها.
أنا بعد هالعمر هذا كله ما طلعت إلا بأنيسة. أنيسة هي اللي بقت لي. شلون ما تبيني أحاتي؟ أدري يا أمتي، أدري وعارف غلطها ومعزتها بقلبك. تدري يا مبارك، أنت الإنسان الوحيد اللي أنا أثق فيه، والدنيا علمتني وايد، ومن اللي صار لي خلتني أخاف، وما أعتقد اللي صار لي راح تشوفه حتى بالأفلام. عفا عليك يا عمتي، عفا عليك، بس الدنيا ترى بخير، والخير الحمد لله موجود. خير؟ وينه؟ دلني مكانه خل أروح له. أي خير هذا اللي يخلي أهلي يتخلون عني علشان اخترت الإنسان اللي أبيه؟ وأي خير هذا اللي يخلي نوح اللي تحديت الدنيا علشانه وآخرتها يغرقني بالديون؟ إيه، كان أنا الحين موجودة في السجن لولا رحمة الله سبحانه وتعالى ووقفة الريال الله يذكره بالخير بلال. عموما يا مبارك، هذا مو موضوعنا، إحنا موضوعنا أنيسة. أمتي، ما خلت أتكلم معك بصراحة. قول يا مبارك، وأنت تدري بمعزتك عندي، ولا كان ما دخلتك بيتي وتكلمت معاك بكل صراحة؟ أنت تدرين يا عمتي أن أنيسة ذكية وشاطرة متفوقة، واللي عنده مثل أنيسة ترى ما يخاف. صحيح أن بعض الناس تفسر تصرفاتها على أنها غباء وجهل، لكن اسمحي لي يا عمتي، ترى أنت السبب. أنا؟ يا عمتي أنت، إحنا متفقين نتكلم صراحة. أنا حميتها وحفظتها من الناس اللي برا، الناس من يعرفون هي من هي ومن بنته ومن أمها، بس يبون الفرصة علشان يتقربون منها ويستقلونها المسكينة. وعشان كذي قدرت توقفين على ريولك، لولا العقبات ما عرف المسرات. إحنا ما نعرف إن إحنا صح إلا إذا طحنا بالغلط. يعني أنا قلبي طاوعني أشوف بنتي تطيح عشان تقدر توقف؟ لا، بنتي بتظل مرتكزة وواقفة طول ما أنا عايشة، وإن بنت عندها اللي يغنيها عن الناس وشرهم. يا مبارك، أنا قلبت البيت وسويت كل شيء علشانها، وكل اللي تبي يوصل لقايت عندها، حتى الجامعة تركتها بشورها. تركت الجامعة يوم عيبوا عليها وقالوا لها هي الخبلة. بنتي أعقل منهم، بنتي طالعة الأولى على الكويت، والخمة قالوا كذي لأن اللي عندها مو عندهم. عمتي، أنا مش تعرف زين، إحنا قاعد نسولف مع بعض عشان نلقى حل. الظاهر إني أنا غلطت وفتحت معاك الموضوع. يا مبارك، أنت قاعد إذنك للناس، ومع إنك أنت أقرب الناس لأنيسة وعارف ظروفها وطبيعتها. أنا آسف عمتي، وهالكلام هذا أنا ما قلته وتكلمت بصراحة إلا ليش إن أنيسة تهم مثل ما يتهمك. الاهتمام، الكلمة اللي كانت فقدتها أنيسة، مو اهتمام الأكل واللبس والخدم والحشم، اهتمام الروح، الروح اللي خلتها تهتم بمبارك وكل تفاصيله. حتى ذيك الليلة عيت العين تنام علشان تشوفها وتقول له مبارك. هلا حدا 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 حدا. هلا أنيسة، شلونك؟ زين. أنا شو مقعدش ليه الحجز؟ شنو باكر اليوم مفتوح؟ لا باكر مو يوم مفتوح، باكر نفس كل يوم، بس أنا ما نمت عشان. عشان شنو؟ شنو هذا؟ كرام أنت بخير، هذه هدية عيد ميلادك بعد نص ساعة. عيد ميلادك هابي بيرثدي. أوه صج، تعالي عيد ميلادي. والله أنا كنت ناسي. أنا ما أنسى كذا عيد ميلادك. مشكورة مشكورة وايد يا أحلى أنيسة بالدنيا. يلا يلا، تصبحين على خير. يا أحلى أنيسة بالدنيا، مسك عفو أنيسة بالدنيا. وتعلقت بمبارك زيادة، والشوق وهو اللي غير الحال ويبدلها من حال إلى حال. شلون تزهى أنيسة بعين مبارك بالشكل؟ ذهبت نفسها قدام المنظرة وكانت وايد مستانسة بشكلها ولبسها.
تقول يمكن كذي يعجب مبارك، بس شلون بيشوفني؟ صورت روحها بتليفونها الجديد وقررت تطرش الصورة المبارك. وقعدت تنطر رد الحبيب. قامت الدنيا عندها وما قعدت، وأفكار وايد براسها تبخرت من بعد ما قرأت. أنيسة، أنيسة لا تتوقعين إني أنا من الشباب اللي ممكن يتعرفون على البنات المسجات. أنا بترى اللي قبل الفضول، أعرف إن البنت هاي اللي بتعرف علي بهالطريقة وبهالسهولة. بالنهاية طلعتي أنت يا أنيسة، هذا بصراحة آخر شيء أتوقع. أنا أدري إن أنا مو نفس البنات اللي أنت متوقع إنك تكلمهم، يعني أنا مو دلوعة نفس نانسي عجرم ولا حلوة نفس هيفاء وهبي. أنت غير عنهم كلهم، أنت مثل أختي الصغيرة. مو صغيرة أنا كبيرة، أنت تدري كم عمري؟ هم بتتمين بعيني مثل أختي الصغيرة يا أنيسة. زعلتي؟ بتقولي حق أمك؟ أنيسة عمتي سبيكة تثق فيني ثقة عمياء وتعدني مثل ولدها، وانتي تصدق فعلا تحبين مبارك خليني اكل عيش، ما بي مشاكل انا. فهمتي يبا؟ خلاص حطي ايدك بيدي وتعهديني ان احنا انتم ربع واخوان. حيل يا أنيسة، المخدة هي الوحيدة الوفية اللي شربت دموعها وتواسيها، وظل مبارك بداخلها حتى يوم عرفت إن اللي تحبه مو من نصيبها. Thank you.
عشان كذي كلمت إدارة المستشفى. انتظرت اتصالك ومثل ما توقعت اتصلت. مشكور ما قصرت. شو أقول لك أنت؟ ترى باقي تليفوني. يلا الله يعوضنا خير. بس ودي عاد رامي يعني محتاجتك بشغلة لو سمحت. تسلم ما تقصر. كان زين لو تشوف لي رقم مجموعة أنيسة الكويتية. إيه تلاقي موقعهم على الإنترنت. ها؟ لا وين؟ هذا وين أعرف الكمبيوتر؟ مشكور ما تقصر. لا تنسى الله يخليك ترسل لي الرقم. طيب شلون؟ إيه أنا بالجناح. تمام دام إنك أنت قريب. يلا حياك تفضل أنتظرك. طيب مع السلامة. يا بعد عمر نوم العوافج. انت ما تقولين وراي ريال ما تحسبين لي حساب؟ انت بتصرفات هذا التدريج سويتي؟ طقيتي فيني بالطوفه، حشيمه ما حشمتيني. لا يا ابو شهد لك الكرامه والحشيمه بس. بس شنو؟ يبس يبس عظام العدو زين؟ عاجبك شكلك كذي قدام اخواني؟ عيب والله العظيم عيب، انا اصلا استحي عقب اللي صار، استحي طالع وعارف اخواني، ما اقدر احط عيني بعين احد. يبا دلال هي اللي بدت. شهد قولي خالتي دلال. انت بس ولا كلمه ولا اسمع لك حس. عاجبك تصرف امك؟ يعني شلون تطقها وتسكت لها؟ انتوا ما ادري شلون بتعاشرون باكر، انتوا بتقعدون ببيت واحد اللي هذا اول ينعفت عليه صراحه. مالك الا طيب بالخاطر. ابليس وقص عليك. قص عليك ابليس؟ انت قص عليك ابليس يا الخيره يا المؤمنه يا المصليه والصايمه، ما تعرفين تكون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ عاد اقول لك سمعي، انت ويا بنتك ضبطوا حالكم، انا الحال المايل ما يعجبني، هذا بيت حموله ترى مو غشمره، ها؟ مالك الا اللي سافر. سمعتي ايش قلت لك ولا ما سمعتي؟ ايه وانا قلت لك ايش فيك يا ابو شهد؟ قلت لك مالك الا اللي يسرك. خلاص انا ما راح اطلع من الجناح وبكف خيري شري عنهم. زين ادري. ايش في ابوك؟ ايش تراني يمه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شنو يعني؟ شنو يعني؟ شنو افهم من كلامك؟ ايش تبين تقولين انت؟ لحظة، أنت قاعدة تهدديني، بالضبط أنت قاعدة تهدديني الحين؟ الحين وين راح الكلام اللي احنا اتفقنا عليه؟ ليش غيرتي كلامك؟ لحظة، أنا أبيك تجاوبيني على سؤال واحد، أنت شلون عرفتي إن احنا طلعنا من الشقة القديمة؟ ماكو شيء ينخش بهالزمن. المهم أنا برا عند الباب. ها؟ أي باب؟ باب فيلتكم. هذا هو مجموعة أنيسة الكويتية. إيه هذا هو. شوف لي عاد رقمهم وين موجود. بدك رقم التليفون؟ إيه رقم تليفونهم ضروري. الله يسامحك يا ست عزيزة، أنا فكرت فيك شيء يعني لا سمح الله صار لك شيء أو لل. لا بس لأنه استغربت يعني من فرقة فكرت فيه شيء. لا لا كنت أنا مناديتك عشان تشوف لي الرقم. يعني تعرف بعد ضاع التليفون وراحت عليك الأرقام شلون أتصرف؟ ما فيتني الفكرة إني أدخل موقعهم يعني. إيه اكتب لي الرقم.
وهذا الرقم. يا سلام. أنا رح أنتظر اتصالك عشان أتفق على موضوع الدورة. إن شاء الله يمكن بكرة المساء مر عليك. إن شاء الله. إيه زين. ما تقصر. يلا بإذن منك. حياك الله. اسمح لنا عاد تصبح على خير. شفيت سكتك جاوبي؟ ما فيني شيء قاعد اقول لك، اياد قلت لك مليون مره ما في شيء اسمه بالسر، وبعدين انت ليش ما ترد علي؟ ما ارد عليك لاني مشغول. شفيت انت يبا؟ انا ريال متزوج انت تدرين، عندي عيال، اذا انشغلت معاهم شو اسوي؟ اشق روحي نصين يعني؟ وعلى انك مشغول كذي تقعد تطقني بالطواف؟ الحين روحي، روحي يبا روحي، روحي وباكر ان شاء الله نلتقي ونقعد ونسولف. اياد انا مليت كل يوم باكر كتشف. ثلاث اشهر، هم ثلاث اشهر ان شاء الله، ثلاث اشهر وبيردون البيت. إيه ما يتأخرون، سافرين بردون إن شاء الله، الله يحفظك أختي. أي شكراً أخوي، أنا أسفة على الإزعاج. يا أهلا وسهلا حياك الله، شرفتك. تفضل أيضاً. شنو هذا؟ شنو هذا الفوضى اللي إحنا فيها؟ إحنا يبون الناس يروحون لهم الشركة؟ يقول البيت حقي أنا ماني. إيش ما كفتني؟ إيش داخل؟ استغفر الله العلي العظيم. شنو؟ اخوانها؟ ليش ما كلمتني وبلغتني؟ يا عزيزه حاولت اتصل عليك اكثر من مره، جهازك كله مسكر. حتى الشقه حاولت ادق عليها ما حد يرد. الو عزيزه سمعيني؟ طيب خلاص اكلمك بعدين. عزيزة مبارك في شيء؟ عزيزة قاعد أسألك مبارك في شيء؟ خلي سيما، أنت لازم تعرفي الحقيقة. الحقيقة اللي كنت دائما أقول لهم إيش تقولها لك من زمان. بس كانت ترى أنا مو بنتها صح؟ يا يما افتحي ذونك عدل واسمعي زين. اللي كنت خايفة من نصار. شنو عزيزة قولي؟ اخوانك اللي من ابوك يوس كانوا في البيت. اخوانك من ابوك نوح؟ انا؟ من أبوك؟ من عندي إخوان؟ سوي في حرقني. أنيسة يما إيش فيك؟ لا تخوفيني عليك. يا يما سامحيني. أكل ودي أقول لك بس لا تلوميني. هذه كلها أوامر أمك. أمك كانت تبي تنسى كل شيء من صوب نوح. اسمها وعيالها خيرها وشرها. حتى إحنا أصلاً نسيناهم من زمان، نسيناهم من أمر. بس ولا يهمك. كنت اخواني مش عارف. عزيزة اليوم الاثنين صح؟ الاثنين الجاي احنا بنكون بالكويت. وين نكون؟ الكويت ولندن والدورات وايد اشياء ناطرتنا. قصدك عن دورات تعامل مع الناس والاتيكيت صح؟ ما احتاجهم.
ما احتاجهم اصلا. انا شاطره ما احتاج هذه الاشياء. سريعه يوم سويت كل هذا علشان كل هذا ما راح ينفعني اذا انا ما تعلمت بروحي، ما وقفت بالمواقف بروحي، ما شفت الحياه بروحي، ما راح ينفعني هذا كله. ترى الناس ما يهمهم الجوهر بس يهمهم المظهر، وانا الحمد لله سويت وجهي زين، انا عجبني اكيد بيعجبهم. بس ايش قاعده تفكرين فيه؟ انت شلون تسوي؟ ما ادري ولا عمري دريت شنو بسوي، بس اللي ادري ان امي كانت الله يرحمها تسوي عني كل شيء. امي راحت ما بقى الا انت، بس انا بعتمد على نفسي هالمره. تكي على رامي قولي لاني سو ما تبي الدورات، ما تبي ولا شيء، قولي لها تبي ترد الكويت يوم الاثنين الجاي زين؟ يمر الأسبوع بسرعة، أسبوع واحد بس عرفت فيه إن أنيسة ما هي ذيك الصغيرة الونيسة، أنيسة غير وبراسها شور. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عزيزة. الله يسلمك يعافيك. هلا. أهلاكم طولتوا. تأخرت الطيارة بالبوت، شو نسوي بعد؟ يلا الحمد لله السلامة. الله يسلمك. ليه سوينها؟ امشي امشي بعدين نتكلم. وين؟ يلا امشي السيارة. يلا. تعطيكم ياكم؟ ايه كلا. يلا. سويت اللي وصيتك عليه؟ ايه. حجزت لكم سويت بالفندق وهذا حجز. عيل خلاص ودينا على طول الفندق. عزيزة بتمشي دائما مثل طرش بالزفة، ماني فاهم ولا شيء. مبارك الله يهداك، احنا جايين تعابه، بعدين اجل كل شيء بعدين. عزيزة يو لك عجادني، قلت لك اجل كل شيء بعدين، عندك شيء اقوله بعقب. الله يهداك بس. الوظيفة شيت فيها من تبعت حاجتها؟ ايه على اساس ورتنا خير من الله. ها حبيبي فيصل لا تصدق اللي انت عايش فيه وتعيش الدور، ترى انيسة للحين برا وما رجعت، فما ندري شنو يصير باكر. شو السالفه يبا، هذا عناد ولا شنو؟ يا بعد عمري مو عناد، بس انا فهمتك من ايام الملكه ومن قبل، انا ما اتحمل الفراغ. او عاجبك تبين اكون نفس اختك خوله لا شغله ولا مشغله؟ خلصتي حبيبتي حبت كل السنين، الحين الوضع تغير مو نفس قبل. قبل كنا شويه مفلسين، بس الحين انور اخوي يقول بنفسك اداره الشركه. يعني اللي يقول انور لازم نمشي عليه ولا شنو؟ هي مو هذا انسان عاقل، انت شعرفك. اي شلون بتمون بمدارسكم القديمه
لا 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 الحين احنا لنا برستيج، كل واحد يعيش على مستواه. طبعا الحكي هذا مو لي انا فواد. لا انت قبله. هو يما ايش فيك؟ انا مسجله بدورات خاصه. خير يا طير، طلعين منها. اول كنا على الحديده، الحين احنا اللي نشتري الحديد. لا عاد شوفوا يما ترى انا دراسه ما ارد، مالكم امل. تو متغبي؟ اكو احب الدنيا الحين ما عنده شهاده؟ الحين من عنده شهاده وفاهم؟ كلهم ما يفتهمون. يعني انت اللي تفهم؟ يبا تكفى شوف امي. وين رحت؟ وين وصلت؟ انا وعيالك قاعدين نتطاحن وانت ما تدري عنها ودارنا. اسمعيني، لو شلت معاشي 980 بسنتين 24 شهر يصير المبلغ 23,520. زين؟ ناقص 300 دينار يعني ب 24 يصير 7200 يساوي 16,320 بالضبط. هذا الحسبة اللي براسي. ممتاز. اي حسبة؟ اي حسبة؟ اي مبلغ؟ انت شلون تحكي؟ بشيل فلوسي وبخشها في البنك. لا والله؟ من وين بنصرف؟ شنو من وين؟ شنو السؤال البايخ؟ شنو من وين؟ مدي ايدك واخذي الخير في كل مكان. ايش فيك؟ ماكله؟ موجوده. لبس موجود، شرب موجود، كل شيء موجود، وصاله ما شاء الله يطرد فيها الخيل وحديقه. انتوا ايش تبون؟ بتطغون انتوا؟ ايش حق الفلوس؟ انت انسانه مؤمنه صح ولا لا؟ ان المبذرين اخوان شنو؟ الشياطين. ها وانت صادق ابو شهد. الله ان شاء الله لا يعاقبنا ويعيننا على حمده وشكره. اللهم امين. وربنا قال واما بنعمه ربك فحدث، ما قال احرموا نفسكم من النعمه. ايش تبين الحين؟ ايش تبين؟ ايش تبين؟ يبا انا ورفيجاتي قررنا نشترك في النادي وابي اروح السوق وكذي. طالع طالع بنتك فقر، طالع نادي هذا اللي عندك شنو هذا؟ مسبح اولمبيش كبرى ويمه مني على جنب في عندك صاله رياضيه كامله بعد شحقه؟ انا راتب ايش بيكفي؟ ايش بيكفي؟ ايش نادي؟ ايش في تطلعتي؟ الحمد لله يلا من فضلك. 1300 وين تروح؟ شو ما قاعد تروح؟ وين اللي قاعد اصرفه عليك انت وبنتك بعد وين تروح؟ يعني لا تقعد تطالعين شيء، لا تحققين معاي انا. يا جماعه اياد فيصل اليوم على الاربع نروح الشركه نشوف ايش لنا ايش علينا، نقعد مع مبارك ونشوفه بعد. اقول اخوي يعني روحتنا ضروري. يا اخوي عاد لا تكسل انت، اتعب اليوم وارتاح باكر. اقول ابو فواز انا اقول ما له داعي نروح والرده، والله خلينا هني ونقعد بعيد عن الشركه ولوت الشركه ونعرف نتفاهم وياه. يا عياد خليه يرد علينا بالاول، هو كم مره دق عليه ما يرد. ليش اخوي هو وين فيه؟ كنت معاهم من اول ما قال لي محبوب وانا معاهم، نشفوا ريجي اسئلتهم ما تخلص. بس ترى ماني فاهم شيء عزيزه، هذيل فعلا اخوانها؟ اي نعم اخوانها. شلون؟ فهميني. اخوانها من ابوها. عمي نوح الله يرحمه كان متزوج قبل عمتي سبيتشا، وعمتي سبيتشا لما شافتها لما كان موظف عندها بالشركه حبتها و... وتزوجها. شنو؟ نوح؟ تتزوجين نوح؟ يما ايش فيها؟ زواج على سنة الله ورسوله. لا والله اكيد انت ينيتي، اشوف لا عادات ولا تقاليد حطيتي لها اعتبار. يما الحلال والحرام هو اللي بنحط له اعتبار، بس شيء ثاني لا. شب يلا شب ما ابي اسمع صوتك، انت على بالك ابي تزوجك كذي؟ ليش انه يحبك؟ هذا طمعان فيك وبفلوسك. يما بس كافي، خليني اتزوج اللي انا ابيه. هذا اختيارك نوح المراسل. عيالك برها واسمنها حولنا، ما لقيت الا نوح هل طايح الحظ؟ سمعيني عدل، ان صار وتزوجتي لا انت بنتي ولا عرفك، سمعتي؟ يما انا اسفه، انا بتزوج اللي قلبي اختاره. وانا بعرف مرته وعياله شلون؟ وين الغلط؟ اخواني بتشوفون بيقعدون مع بعض، ليش تبين نمنعهم؟ عزيزه الموضوع فيه انه انا كل اللي عندي قلت لك، راسي يعورني وما فيني شد على الكلام، خليني اروح. زين انيسه وينها؟ ماني شايفها. وتعالي قولي لي البنت اللي ردت معك من لندن من هذه؟ عزيزه انت من قلتي لي بسافر لندن وانا عرفت انك بنتي خاليه. قولي لي ولا ما يحق لي اعرف. وانا انيسه. انت انيسه؟ جذابه صدق،
وانت الوحيد اللي بس لازم تدري بهالشيء لانه ما يصير نقول حق احد. اعتقد تدري ليش ولا نسيت الوعد اللي كان بيننا. أنيسة هلا اخوي انور. هلا اخوي، شو السالفه؟ مو معطينا وي انت، شو السالفه؟ يا مو ملقينا وي كلش، كل ما ادق لك جهازك مغلق. انا بعرف شلون حاطينك محامل الشركه. يبا مشغول لاه شوي مع الاهل، خير في شيء؟ ما علينا، المهم انا واخواني ناطرينك في البيت على الاربع كذي تقريبا. حاضر على خير. فمان الله. شو ابي انور؟ ما ادري، يقول بيقعد معايا، اكيد بيكلمني عن تركة عمتي تبيك الله يرحمها، اكيد ما عنده شيء ثاني هو. وباي حق هذا يسال وينبش على التركه وغيره؟ ها ين هذا ولا شنو؟ عزيزه ايش فيك؟ الله يهداك، هدي الموضوع ترى وايد ابسط من كذي. احنا للحين ما ندري هم شنو يبون، نشوفهم شنو يبون وذيك الساعه ان شاء الله يصير خير. علشان ما تلومين عمتي تبيك الله يرحمها فيهم، هذيلا ما يو تقربوا الا انهم طمعانين يفتكرون يقدرون يضحكون عليك ويكوشون على كل شيء، ياخذون كل اللي يبونه. واحنا ايش درنا؟ ما شفنا شيء بعيننا. كل هذا ما شفت شيء. ايه ما عندنا دليل. انيسه ترى للحين ماني فاهم شيء، ممكن افهم؟ راح تفهم راح تفهم، ولا كان انا ما دقيت عليك وقلت لك تعال هني؟ بس ها هذا الشيء يتم بيننا احنا الثلاثه، ما يطلع من بيننا احنا الثلاثه، واي شيء بقوله لازم تسوونه زين. ان شاء الله.